أحبابي في كل مكان، السلام عليكم. اليوم اخترت لكم بعض وصايا لقمان مش نقراوهم بالصحيح. نبدأوا على بركة الله، توكلنا على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني أقم الصلاة. سمعتوني إيش قلت؟ أقم الصلاة. وقفت على ها ساكنة، وهيك الها تسمعها جيدا الأذن. أما قبل فما يا بني، فما كسرة في الياء، هيك في رواية قالون. أما في رواية أخرى فما شكون يقراها بالفتح. به معناها إذا أنت سمعت مقرأ يقرأ بالفتح ولا حاجة، راهو هكذا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بالفتح وبالكسر. طيب بالنسبة لقالون، يا بني أقيم الصلاة. ريتوا قديش بلغت في الكسرة بالكدا، أقيمي مي. احنا الدارج عنا شو نقولوا؟ أقيم الصلاة م، والأ غير موجودة في اللغة العربية الفصيحة. ما نردوا بالنا، هي صحيح شلطة صغيرة تحت المي، ولكن عندها قيمة كبيرة في أني ننطقها إي مع تبسيمة. أقيمي الصلاة وأمر بالمعروف. بالمعروف ما هيش يروف في الدارجة، نقولوا يعمل معروف معروف، لا كيف الدارجة نخليوها على جنب. في القرآن الراء المضمومة دائما وأبدا كيف تكون؟ تكون سمينة مفخمة. وانهى عن المنكر. عن شو عملت هنا؟ النون الساكنة منطقتهاش كيما متعودين في الدارجة وفي اللغة العربية اللي نلقاوها في السطور، يعني نقراوها بشكل عام في فقرات وكذا. أما في القرآن نقولوا المنكر. حتى علماء الضبط في القرآن عملوا هالك بعرية من السكون كإشارة أنه راهو فما حكم، يعني انتبه له، راي النون الساكنة ما عادش تنطق كما متعود تنطق في العادة. وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. مراققة وبعدها صاد سمينة، وشكلها اتفقنا انه الشكل يوحي بكيفية نطقها. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ألفت انتباهك لشنو؟ ازاي ازاي الساكنة هذه في من عز؟ سمعتوا هيك تصرصير التصفيرة، هيك صفة من صفات ازاي يزمها تتسمع جيدا. من عزم الأمور. الأمور جويدة المو، ما هيش اسمينا، ما نقولوش الأمور هيك في الدارجة، خليوها على جنب. ديما نحاولوا نفصلوا ما بين الدارجة وأحكام الترتيل، ما نخليوهاش تأثر على الأحكام الصحيحة للترتيل. ملا من عزم الأمور. ولا تصاعر خدك للناس. ولا تصاعر، هذه في رواية قالون، في رواية حفص ولا تصعر، ما تستغربوش يعني ما تقولوش اش بيها تقرأ ولا تصاعر، هيك رواية قالون. طيب ولا تصاعر، الراس ساكنة هنا، كيفاش كيفاش ننطقوها؟ ننطقوها جويدة نحيفة. ولا تصاعر عر، ماشي عر. ولا تصاعر خدك للناس. النون المشددة تاخذ الغنة الفرعية متاحة، والسين طبعا تاخذ حقها كاملا. ولا تمشي في الأرض مرحا. ما را حا، الما جويدة والرا سمينة والحا جويدة. ريتوا كيفاش الرا سمينة في وسط زوز حروف مرققين. ما را حا. إن الله لا يحب كل مختال. مخ الخاء ساكنة، هذه سمينة. كل مختال فخور، والراء الموقوف عليها هنا سمينة أيضا. اللي يحب يتعرف على بقايا وصايا لقمان ما عليه كان يرجع للسورة متاع لقمان ويشوف العشرة وصايا. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العظيم. أشكركم جميعا على حسن المتابعة. إن أعجبك المحتوى شاركه مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة. كانت معكم وفاء الجلولي، والسلام عليكم ورحمة الله.